الخلع، حبيت اللي الخلع، لكن عندي امور بزاف. اللي هي الامور عندك اولاد معاه؟ عندي ولاد، عندي 6 ولاد معاه، وعندي امور شريتها انا وياه، عندي سياره وعندي منزل انا وياه. بصح هو بكره ونقول لي باللي المنزل ما نعطيهولكش والسياره ما نعطيهولكش. سمحي لي اختي، السياره ما شريناها وما كتبهاليش. سمحي لي اختي، قولي لي السياره على اسمك ولا على اسمه؟ مايا على اسمي، مايا على اسمه، ما جات على اسم المراه اللي شراها عليها. المراه اللي شراها عليها صح، شكون اللي خلصها؟ انا اللي خلصتها. صحيت. انا خلصت لها. والدار انت اللي خلصتيها؟ لا لا، خلصت لها نص نص انا وياه. نص نص. والدار على اسم من راهي دركا؟ دار ماشي نوتير، جون دافير. على اسمي وعلى اسمه، جون دافير. نون دافير. نون دافير يعني كيفاش؟ كيفاش نون دافير؟ واش حبيتي تقولي؟ جون دافير. جون دافير. والله ماني نسمع مليح. مانيش نسمع في الاستوديو، والله ماني نسمع مليح. مانيش نسمع. قلت لك ماشي لوتيري، ما فيهاش عقد. ما فيهاش عقد. ما فيهاش عقد. ما فيهاش عقد ملكية. نعم نعم. واش فيها؟ واش من عقد؟ ولا بد يكون عقد. درنا هكا عند جون دافير. عند النوتير. عند النوتير. عند جون دافير. جون دافير. عند اون دافير. اون دافير. بصح يا الاخت عندي سؤال برك. ولا بد كاينه حاجه تثبت بلي راكم مالكين لهذيك لهذاك المسكن؟ هما دوك نفهمك، هادو ديار ما فيهمش عقود، جايين على شاطئ البحر. جايين على شاطئ البحر، ما فيهمش عقود. ما فيهمش عقود. داكور، سي كومبليكي. هنا سي كومبليكي، هنايا هنا سي تري كومبليكي. امر معقد شويه. بيان سور امر معقد. هي حبت اليوم الاساس تاع القضيه انه تعمل خلع، ولكن بيناتهم للاسف كي نروح للمحامين ولا الاخت ما حبوش يشدوا لي القضيه تاعي. علاه ما حبوش يشدوها لك اختي؟ قولي لي. باسكو الزوج تاعي هو في الدومين، قالوا لي ممنوع نوقفوا ضد محامين. لا لا، ما كاش منها هذه اختي، مي دوك. طيب ابقي في المتابعه سيداتي، قضيه واضحه. ابقي في المتابعه. قالوا لها انه مع هذا الشيء كامل، قالوا لها انه ما نقدروش نرفعوا قضيه ضد محامي زميل ربما ولا انسان في القانون. هذا هاد لا كيسيون علي ان بو جينونت، مي جو لا ريبوند. وي، من اخلاقيات المهنه هي ما نقدرش نوقف ضد زميلي. داكور. طيب. مي هنايا ماهو الزميل ماهوش في قضيه. واش لازم دير هنا اليوم؟ الزميل ماهوش في قضيه حساسه هنايا. طيب. نو، هنا ماهيش في قضيه حساسه، وهذه تخص مهنة المحاماة. كاين إجراء نديروه اللي هما في النقابة بتحفظ. فوالا أهل الاختصاص، خلوا أهل الاختصاص. ولكن هي اليوم هي اليوم تقدر نورمال تروح ترفع دعوة دخل وتخطئ، والمحامي يخطر الزميل، ما كاش مشكل فيها والو، باسكو ما كاش إحراج فيها. هذه راهي مواطنة، احنا من راهي مواطنة عادية، ومن حقها أكيد الدفاع يكون يحامي عليها، وحنا ما نستعملوش السلطة تاعنا باش نستفزوا المواطنين، ولا رانا في خدمة شعبنا. فهمتني؟ هذا ما كاش منها، هذه اللي قالها لها ولا دونك تمثلوا هو، هذا رأيه الشخصي مثلوا هو شخصي. تروح ترفع قضية الخلع نورمال، كما قالت الطونوبيل شراتها هي على اسم، على هي اللي خلصتها، تروح للمرأة. لازم دير استكمال إجراءات البيع اوتوماتيكمون، ما تقدرش تمشي بطونوبيل ماشي على اسمها. وكيما لافير تاع لي زابارتمون، هذه ما فهمناهاش مليح، ما فهمناهاش كيفاش يكونوا كاينين شقات بدون عقد.